السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة دعم وتقويم محاور الأسدس الأول، المرجع الجديد في النشاط العلمي للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله. تمرين رقم واحد: أصل بين رسم العضو وما يناسبه من الأفعال من بين مختلف الحواس. إذا أصل بين رسم العضو وما يناسبه من الأفعال بين مختلف الحواس. إذا لدينا العضو الأول، العضو هو الأنف. إذا الأفعال لدينا: يلمس، يسمع، يتذوق، يرى أم يشم. إذا الأنف، الأنف يشم، الأنف يشم. الحواس: حاسة الشم، حاسة الشم. العضو: اللسان. الفعل الذي يقوم به اللسان هو التذوق. إذا يتذوق اللسان، يتذوق اللسان، يتذوق. الحاسة: حاسة الذوق. لدينا الجلد. إذا الفعل الذي تقوم به اليد هو اللمس، يلمس، يلمس. إذا الحاسة: حاسة اللمس. الأذن. العضو هو الأذن. ماذا يفعل الأذن؟ يسمع، يسمع. الحاسة: حاسة السمع. العين. العضو العين: يرى، يرى. إذا الحاسة: حاسة البصر. لما ننتقل للسؤال رقم 2: ألون بالأحمر تحت ما يتعلق بحاسة اللمس، وبالأصفر تحت ما يتعلق بحاسة الشم، وبالأخضر تحت ما يتعلق بحاسة السمع، وبالأزرق تحت ما يتعلق بحاسة الذوق. إذا غناء العصفور يتعلق بحاسة، نسمعه بحاسة السمع. إذا حاسة السمع بالأخضر. الليمون. الليمون حاسة الذوق. إذا حاسة الذوق بالأزرق. الفراولة. أيضا الفراولة تتعلق بحاسة الذوق، إذا باللون الأزرق. العزف على الكمان. الصوت الذي يصدره العزف على الكمان تتلقاه حاسة السمع، إذا باللون الأخضر. لدينا هنا مبرد. إذا سنتحسس إذا كان خشنا أو ناعما، إذا حاسة اللمس. إذا حاسة اللمس باللون الأحمر، حاسة اللمس باللون الأحمر. لون بالأحمر ما يتعلق بحاسة اللمس. قبة الصوف. إذا نتحسس نعومتها بواسطة حاسة اللمس. النفايات. النفايات رائحتها نقوم بشمها بواسطة حاسة الشم، وحاسة الشم باللون الأصفر. أما البخور كذلك نشم رائحته بواسطة حاسة الشم، إذا اللون الأصفر. سؤال رقم 3: أصل بين فعل الحركة والطرفين المستعملين. إذا فعل الحركة والطرفين المستعملين. إذا لاحظوا معي في الصورة الأولى الطفلة تقوم بغسل الفواكه. إذا الطرفين المستعملين هما الطرفين، طرفان العلويان. إذا الطرفان العلويان. إذا هنا شخص يقوم برياضة المشي. إذا الطرفين المستعملين هما الطرفان السفليان.
حركة القفز. إذا حركة القفز نستعمل الطرفان السفليان. إذا العزف على الكمان الطرفان العلويان. وتسلق الجبال، لاحظوا معي هذا الرياضي يستعمل الطرفان العلويان والطرفان السفليان معا. ننتقل للتمرين رقم 4. إذا هناك أغذية مطبوخة وأخرى تؤكل، إذا هناك أغذية تؤكل مطبوخة وأخرى تؤكل نيئة، وبعضها يؤكل نيئا أو مطبوخا. إذا هناك أغذية تؤكل مطبوخة وأخرى تؤكل نيئة وأخرى وبعضها يؤكل نيئا أو مطبوخا. إذا أحيط كل طعام يؤكل مطبوخا بالأخضر. إذا الطعام المطبوخ بالأخضر، وما يؤكل نيئا بالأزرق، وما يؤكل نيئا أو مطبوخا بالأصفر. إذا لاحظوا معي في الصورة الأولى، ما في الصورة الأولى لدينا طبق الدجاج، والصورة الثانية البيض، وهنا القرنبيط. إذا الدجاج البيض والقرنبيط هذه الأغذية تؤكل مطبوخة، إذا تؤكل مطبوخة، إذا نحيطها معا باللون الأخضر. ومن الممكن أن تحيط كل طبق لوحده. إذا لدينا هنا الموز ولدينا العنب. إذا الموز والعنب هي أغذية تؤكل نيئة. إذا ولدينا أيضا العسل يؤكل نيئا، إذا باللون الأزرق، ما يؤكل نيئا باللون الأزرق. دائما نقرأ السؤال بشكل متروي. لدينا هنا الخبز، الخبز يؤكل مطبوخا، إذا باللون الأخضر. إذا لدينا هنا الفلفل، لدينا الطماطم، ولدينا الجزر. هذه الأغذية تؤكل مطبوخة وتؤكل نيئة أيضا، إذا باللون الأصفر. ممكن أن نأكل الفلفل والجزر والطماطم نيئة أو مطبوخة. لدينا هنا التفاح، التفاح يؤكل نيئا، إذا باللون الأزرق. اللحم يؤكل مطبوخا، إذا باللون الأخضر. لدينا اللحم، ولدينا السردين، ولدينا أيضا الجلبان، إذا نحيطها باللون الأخضر. هذه أطعمة تؤكل نيئة، تؤكل عفوا مطبوخة. الزبدة تؤكل نيئة. لدينا الجبن، الجبن يؤكل مطبوخا أو نيئا، إذا بالأصفر. لدينا هنا البطاطس والباذنجان، وأيضا البطاطس نوع آخر من البطاطس. إذا هذه الأغذية تؤكل مطبوخة. مطبوخة إذا باللون الأخضر. هذا التمرين يحتاج الكثير من التركيز. إذا لدينا هنا الإجاز، الإجاز يؤكل نيئا، النيئ باللون الأزرق. ننتقل للصفحة الأخيرة من دعم وتقويم محاور الأسدس الأول. إذن السؤال رقم 5، أربط بسهم بين الصورة والحالة المرضية. إذن لاحظوا معي الحالة المرضية، المرضية هنا في الصورة الأولى، جسم هذا الطفل مليء بالبثور. إذن لدينا زكام، حمى، بثور، إذن نصلها بكلمة وبطاقة بثور. هنا لدينا طفل يشتكي من وجع في أو مغص في بطنه، إذن نصلها بكلمة وبطاقة مغص. إذا في الصورة الثالثة، الطفل يشتكي من الزكام، بطاقة الأولى زكام. إذا في هذه الصورة الطفلة تشتكي من الحمى، نصلها ببطاقة حمى.
والصورة الأخيرة ألم في الرأس، نصلها ببطاقة ألم في الرأس. إذا بثور، مغص، زكام، حمى وألم في الرأس. أرتب حاجة حسب حاجة الحاجة المتزايدة للهواء. إذا أكثر صورة يحتاج فيها الطفل أو الطفلة إلى الهواء. إذا هنا الطفلة تركض، إذا هي الأكثر حاجة للهواء. في الصورة الثانية تمشي، أيضا تحتاج إلى الهواء. وهنا الطفل نائم يحتاج إلى كمية أقل من الهواء. السؤال السابع والأخير، أضع علامة زائد عندما أتنفس بسرعة وعلامة ناقص عندما أتنفس ببطء. إذا النوم أتنفس ببطء وهدوء، إذا علامة ناقص. الجري نحتاج إلى الهواء أكثر ونتنفس بسرعة، إذا علامة زائد. الجلوس بهدوء ومشاهدة التلفاز نحتاج نتنفس ببطء، إذا ناقص. وهنا القفز على الحبل نتنفس بسرعة، إذا علامة زائد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.